يديه حتى هو ينافق قام بمدخل الدياله وبمتجر يسمى إن الوفن أروف حال يرقى يا ناس الإسلام في ناس هالسادة هم يا الإخوان أنا كل بالتركيز والتمييز والانتظام بقدر من الهدية قدر الإمكان كي يستفيد الجميع أنا في مدة هذه ما فيه الكفاية وشيس الميزان الله أجلس الميزان ثمارة فارة وقال شوين عاد غانا الفساس غانا الاحتياج لجميع القطاع وبالنسبة غيبوا أكوس من الوالي جهة تلقات جوان عزيمة أما هامه الخاص له مقاربة أمنية ومن فوق سلطه فقط ليست لديه اي تخصصات في القطاعات الاخرى وكل واحد مسؤول عن قطاعه واوجه هذا الموقع بالذات تجاه رئيس الحكومه وهو النقاد محمد مفرد اقل واحد انسان والفتيت يا حقك عقد بك لجماهير والفتيت يا حقك عقد بك لجماهير العثمانية يا حقك عقد بك لجماهير العثمانية يا حقك وبالنسبة لواحد انسان بين قوسين حاليا يتعرضون للاكتئاب والحزن والمضايقات وهناك آلات خفية وراء ذلك ونحن نعلم ذلك جيدا ومتوقع الاخوان انا في مرتاح بالنسبه قاعدين هنا من جزء هراك شافي وفي اعتقادي وبميزة انتظار على مستوى الامان انتظار الهراك شافي يمتلك اجنحه قويه شرقا وغربا يتسع ويتمدد طول المعرة شاء من شاء وافهم الافهام ودمتم اولياء للنظام ودام النظام والنصر لكم ولنا في بقاء العالم باسره والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خصوصا المناضلين التروكوت وعامة المناضلين النعريت وعامة المناضلين البلاد مرة والتحية استثنائية الأباطير النغ الأهرام النغ محسن نصير الزفزافي الأستاذ النغ محمد الجلول غالي لاش تخصيص تايتنا ولاش نشي بوربط بزاف ولكن كان المجهودنا أتصدامي قسيستي وريق صوفو سيلو سلا جاء اطماطنا يا عزم العنوان قسيستي
استقالت الاحداث مع الريف هاد الحركة الشعبية التاريخ اللي مجاهد ايوس عريف صمتنا صمتنا الاحرار اللي مشاهدين ينك قرع نخرع ذوات وانت الجينة تدفن امي غشمعان العش نسان اغصمتي الطويل العذر اللي بريدان اقرب الغص نقيضان قينا سني خاويضان ادريت السجاتير اقرب سوال خص نجاتير ادريت تاريخ ما طيب ولكن الحمد لله يا ربي اذا الحركة الشعبية غادي كمرخ من يقيم من يقيم القيوداس ولا بد غصوضان الحركة الشعبية الحركة الشعبية تجري ذري وتجير غيس خسيان الحركة الشعبية مبارك بإذن الله تران ويتحدي جوي غيس وقان الحركة الشعبية ديج تشجع تغمي وتحدي جوي غيس سوان حركة الشعبي الممثل الناس الأستاذ الناغ نصير الزفزافي قد لتا يسا غد شمعة الناغ زكاتو غد خسي ونشي نشي نقاك غاقا غاكي غاقا غاكي نسمع الرانو شاسر عهد ازاي يسرف توافق والله ما نخان العهد ونخان سوايا مان الوغر ومحافي والله ما نخان العهد ونخان سوايا مان الوغر ومحافي تركي الشيطة والعبد كريم جدي في الغداري مطالب اجتماعية وخد ترقوت الزوت الورغة الحسيمة ايه اللي كان غوبريد كشان غوبريد تلقي راجل بو عرمة اتوتا نخرج وغاب غان غزورق المحكمة اما شاوان تتوشا تريواش قد تريوش ترقوت توما تنزير بدا عما الصدر صوضان سرح بوسات دي قوة عارف النغيمون ام عشراني جوزان رزق الغوايا ويا غامر حبنا رمان كني ودي دواي غار نشني ذي التسامان ايني ذي التسان ايني ذي ودرسان ايني ذي تبوحيا ايني ذي قرعيان امر القفوس قفوس عما صدر الغوضان الحسيمات كفوس البوكيتان فوس المعياش كفوس اليمزان فوس التماسيت كفوس الشقران فوس النظر كفوس الوزغرغان فوس عروين كفوس السروان فوس تروكوت كفوس التمسامان سيكاتر مريض الحمى قلنا شي انفصال كني وذا الزوم الفتنة نشي غنغم حدا وغنغم المدرسة غنغم روش وغنغ سبيتا إبريزر القضعان وغنغر قنادة وخارد وخارد غزايا رسي جد نقيتو وزا
وانا سيل حمق النفساني وقلبي التهميش ومقال الفتنة وقصة تار معرفين ويعز اللحية زعم لك ستة قواد رعسك اللهم هذا ملكا اللهم هذا ملكا ايوه اسمو العميد عزة مش احمد ربي والله اشكم احضر ربي 28 شوف قالوا المخزن اخمد دواري انا ميا بالله ريتومون حرام عليا خلينا نحقق المطالب شكون شي السلحان السلحان وتجي السلحان بغينا غيعترف نص الحراك في الضيف غنحسن له فا انتهى الكلام فومات عمار المخناصي الزفزافي هكذا كيف نخدمو تاك هيا تما تنخدم لك بجوج المسامحة تما نعطيهم شي حاجة يعني تازو هيا تما نخدم لك بجوج المدخلة روخا غدياري ومغار النخ ناصر الزفزافي المخزن الحضري كون يحفظ البيتنا هكا انت ما تنزل الزفزافي وبوفر غنمشي كما قال شكون يحفظ ربي يدنا فامونيت عارف يمون ان شاء الله هل ننظم الايديولوجيات هل ننظم المشاكل هل ننظم الجمعيات هل ننظم الانتخابات هل ننظم المخزن الظاهره هل ما نمشي الفلوس بفلوس هل مع ونام من نزو هاتي بناوي شكون يحفظ ربي يدنا شكون يحفظ ربي يدنا بسم الله الرحمن الرحيم اجن تحية نضالية حارة تفوت زكوار جاغورينو إمار رايث ماثنو السويت ماثنو غني جان كاريف ولا قباقي ذين تان قي المغرب وعلى رأسهم أنا عيسى أحمد عيسى أحمد حياوي أدريه ترانكيرو عيسى أحمد حياوي غني سرقة وغني كيفك وشبهني صافي خمس سنين مرة انت المولاد الاصلي ولا راه مولاد رجل رجل الاخوان مانا نتحق سيد ما تنغذى هو احسن على ايين امخننا تحيه نضاليه حاره فوزيرات جاولينو
إمارة الأحرار وحرائر الريف العظيم المبارك المقدس. ويجي تحية نضالية حارة إلى أحرار وحرائر المغرب، وتحية كل التحايا إلى وان تروكوت إيكي جان حضاتا كيسن كيجي الشكل النضالي سابق ونهار استوج بالزاقنا أكيسن حضا كذلك، لأن مخنا الناس سابقا كالماضي أن تروكوت جزء لا تجزأ من الريف العظيم المبارك المقدس، فما يضر أبناء الريف سواء اليوكود أو ثمسامان أو نظار أو دريوش أو بزون أو بعياش أو تماسين أو أديت عبد الله أو جميع المناطق بدون استثناء يضرنا، وما يفرحهم يفرحنا. هذا يسمح مزي الموقع أوليتي سيسمينو باسم نشطاء الحراك الشعبي أن أعلن تضامننا المطلق واللامشروط هكيت مذن قلوطة لما تعرضوا له اليوم من منع مشبوه من طرف شحافل الأجهزة القمعية. يجد جاني الأسف الشديد أنه مثل الخباناصل زفزافي كوادين سهوات الكلاب البوليسية باش تحصل منطقة مني أحمد من عناصر زفزافي تلتحقش الشكل النضالي يجد جاني على عين. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ناصر الزفزافي أصاب الدولة المخزنية في مقتل، وأن الدولة المخزنية تبين في كل خرجتها من خرجاتها المشبوهة على ضعفها وهمجيتها وعنصريتها. طيب هنسيور قيل البداية المعاناة نايف مثل ذاك الركود، ثم بعد ذلك ذي السمحم بعد ذلك السيورخ الدارجة مغا، لأنه ما يقارب 7 شهور هي يتما الشين السوان ستريفيث حما طوض الكلمة مليح غادي يغرين طوضه فجاح أطوضه الأم أطوضه وسات وسات ضحى مشكوح، ولكن المخزن إلا يستغلش النقطة أنه الناس هنا كاعز لني خفنسن سيخفنسن كيف أنه السوار السريفيز أي ثمثنا كي باقي الأحرار وحرائر المغرب وتفهمشي من قال فالمخزن يجيش الإعلام المخزني المنبول والخبيث أو الصحافة الصفراء يتقضن مجموعة من الأموال من طرف المخابرات حمد نهجم الحراك ونشطاء الحراك أنه نتواصلش الدارجة وتفهم شيء تماثن غبارة، ولكن بعد ما نسيوش الدارجة الرسالة الغطاوة هاي تماثنو كباقي المدن المغربية الأخرى كانت تنتفض كذلك. ومثال وخير دليل خريفكا بني ملال أكادير تطوان طنجة وستنتشر نيران ولهيب الحراك الشعبي بالريف الى باقي المدن المغربية الاخرى ضدا في النظام الفاسد الذي يحاصرنا والذي ابان عن عنصريته تجاه المنطقة وتجاه احفاد السناطيت رحمهم الله تعالى، وعلى رأسهم من ظل شوكة في خاسر الدولة المخزنية وهو الصنديد رضي الله عنه وأرضاه مولاي بوحند الذي سيبقى شوكة. فلذلك أيها الإخوة والأخوات خصنا يعرفوا خوتنا المغاربة في باقي المدن المغربية الأخرى، وهذا ما لا يعجب ولا يفرح الربعة العصابة اللي حلت مدينة الحسيمة اللي بالأمس اتهموننا على أننا انفصاليين، ولكن سرعان ما ترجعوا في الكلام ديالهم وجاو حتى أخذ النوش كيتسالى في الشارع، حتى حصاد كيتشالى في الشارع،
حتى الفتيت كيتسالى في الشارع بماذا وعلاش؟ لانكم انتم الى جانب اخواتكم وامهاتكم وجداتكم استطعتم بفضل صمودكم وثباتكم وعظمتكم وإجلالكم أنه تمرغوا الأنوف ديال هاد العصابة اللي جات من المركز باش تستحمر المنطقة. أخ النشتة هو كيبان متواضع مربع يديه، مسؤولين كبار في الدولة ما كيقدروش يتلاقاوه، اليوم تا هو كيجي للحسيمة. كل التحية والتحية لأبناء الريف اللي بينوا الحقيقة ديال هاد الوزراء، اللي بينوا الحقيقة ديال هاد العصابة. كما قال الحكيم، مثل ما قال الحكيم والصنديد مولاي محن، قال في ذات الأيام للتكاكين السياسية حفاظات وبومبيرسات النظام المخزني، قال بالحرف الواحد: أيها المغاربة، مصيبتكم في أحزابكم. ونحن الريفيون اليوم حقيقة مصيبتنا في أحزابنا. نرحم الله فيهم مغرس إبرتين. هذا من جانب، ومن جانب آخر قال على الحكومة: هل أنتم حكومة أم عصابة؟ فصدق قوله ورحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. إذن اليوم باسمي وباسم نشطاء الحراك الشعبي نعلن تضامننا المطلق والمشروط مع ساكنة تروكوت التي سطرت ملفا مطلبيا وفي طياته مطالب بسيطة جدا. عيب وعار على النظام الذي يدعي أنه نظام العهد الجديد وعلى أننا في دولة الحق والقانون، يمنع مواطنين من الالتحاق بمدينة الحسيمة، خصوصا وأن تروكوت هي قريبة والحسيمة أقرب إليها من إخواننا في الدليوش. إخواننا في الدليوش جزء لا يتجزأ من هذا الريف الذي دافع عليه أجدادنا لنعيش بكرامة وعزة، ولكن لما حل المسؤولين بهذه المنطقة واجتمعوا بجحافلهم، وعندما أقصد الجحافل فإنني أقصد المجلس الجماعي والذي ينتسب رئيسه إلى حزب قذر ناتن أهان كرامة الريفيين، عندما وقف واصطف إلى جانب النظام المخزني وإلى العصابة التي حلت بمدينة الأطهار، بالمدينة التي دخلت التاريخ من بابه الواسع، عندما وصفونا بأننا انفصاليين، خرج ببيان مشؤوم أحد الأقزام أصحاب سوابق يدعون على أنهم ينتمون إلى الريف، فقالوا: لا مساءلة للحكومة ولا يحق لنا أن نسائل المجرمين وزراء الذل والعار الذين كانوا يريدون أن يجروا البلاد إلى مستنقع من الدماء. لماذا؟ لأننا طلبنا بأبسط الحقوق وعرينا حقيقة الدولة المخزنية، فلنا الفخر كل الفخر أن نعتز بهذا الإنجاز العظيم. فجلس المجلس الجماعي أحد بيادق الدولة المخزنية إلى جانب الوالي، أعطوا وعود
عطاو وعود لابناء تروكوت باش ان المنطقه ديال تروكوت تلتحق بالحسيمه. احترموا الاذان. وباختصار شديد يعني مطالب بسيطة جدا، من العيب والعار أن يتم حصار منطقة تروكوت. تطالب يعني بإنشاء طريق من إمزور في الطريق ديال الساحلي، ماشي شي حاجة عيب. من إنشاء ثانوية، ماشي شي حاجة اللي عيب. إذا المطالب هي عادلة ومشروعة، ما تخوفكمش وما تخليكمش ترجعوا للديور. مطالب عادلة ومشروعة، يقرها القانون الوضعي ثم يقرها القانون السماوي. هذه مطالب عادلة ومشروعة. إلا أننا نرى أن تواجد الوالي وعامل إقليم دريوش إلى جانب المجلس الجماعي هي مجرد أكذوبة، مجرد أكذوبة وشعارات يحاولون من خلالها نسب الحراك الاجتماعي أو الحراك الجماهيري الشعبي. إذن نحن نتضامن كل التضامن مع منطقة تروكوت في مطالبها العادلة والمشروعة، وما يتزايد علينا حتى شي واحد. هذه مطالب عادلة ومشروعة، فبالتالي ما تطالب به أبناء، ما يطالب به أبناء المنطقة أمر عادي جدا. لذلك المسؤولية يتحملها المجلس الجماعي اللي قال أنه جيت بطريقة انتخابية ديمقراطية. استلطي برنامج، وأين أنت من هذا البرنامج؟ كلهم كذب، كل الشعارات مجرد أكاذيب يافطات خاوية لا أساس لها من الصحة. علاش كنقولوا البام؟ نحن لا نفرق بين التكاكين من ألفها إلى يائها، كلها فاسدة. ولكن نقول البام، نقول البام لأن عباد الله 23 جماعة لي فيتو وما قدم حتى شي حاجة، ومازال كان كيستحمل المواطن وباغي يشد الحكومة. شو شنو دار 23 جماعة؟ ونهار اللي غيشد الحكومة يعلم الله اش غادي يدير أكثر من هاد العصابة اللي كاينة دابا. لذلك أيها الإخوان والأخوات، مطالبنا عادلة ومشروعة، ومن يحاول شيطنة أبناء الريف هم ثلاث: شيوخ البلاط ومثقف البلاط والعياشة. ثلاث اجتمعوا على شيطنة الحراك. فعندما نقول شيوخ البلاط فقد صدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا رأيتم العالم يكثر باب السلطان فاعلموا أنه اللص، فاعلموا أنه اللص. فكذلك أنت أيها الفزازي، نحن تضامننا معك لما تم اعتقالك من طرف النظام. النظام تضامننا معك بحكم أننا قلنا أنه اعتقالك هو اعتقال لمواقفك فرفضنا. إلا أنك اليوم مع كامل احترامي، مع كامل احتراماتي،
نسمي الاسماء بمسمياتها. انا ما عنديش ديك القضيه نسير دور من هيه وتكلم ها هي فين وتلك هي لا ودني ها هي. انا اسمي الاسماء بمسمياتها وسميها بمسمياتها باش يعرف الجميع. اذا دخلت مزبلة التاريخ من بابه الواسع. اعود واقول الى احد من يعتبر نفسه مفكرا ويدافع عن الحريات العامة ويطبل عبر الإعلام ويقول أنني أتيت لأدافع عن اللغة والهوية الأمازيغية، ذاك الشخص الذي لا يعرف يمينه من شماله والذي ارتمى في أول فرصة أتيحت له المسمى أو الذراع الأيمن الأمازيغي لحزب البام عصيد. عصيد هذا صار كركوزا، صار كركوزا في يد الدولة المخزنية. عصيد ركب على الهوية الأمازيغية فقال كل من قال الله ورسوله يهاجمه، مع العلم أنه يدعي أنه مفكر. خسئ المفكرون أمثالك، وخسئ من باعه ديبيا ومسينيسا ويغورتن وباع أجداده بمقابل أن يرضى أو لمجرد أن ينظر إلى أسياده في الوجه. تواجدك في المعهد الملكي لما يسمى المعهد الملكي دليل على أنك صرت قسميا في نظر من يدافعون فعلا عن الهوية الأمازيغية. وللإشارة، فلما أتى الدين لم يحرم الهوية الأمازيغية، بل قال الله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي وعجمي. ولكن عصيد لما يريد أن يتكلم يتكلم بدين جاء من رحم المخزن، فيهاجم كل من قال الله ورسوله. فقال لما تستعملون في خطاباتكم مصطلحات دينية، مع العلم عصيد كنت من الأوائل عندما يعني يهاجم من طرف أحد البيادق الفسادي تضامن معه. ولكن لي لك عودة إن شاء الله لنضع النقاط في الحروف. ولذلك أقول يعني في هذه الأيام الأخيرة لما فشلت الحكومة أو العصابة كما سماها الصنديد، لما فشلت في كبح الأصوات الحرة، خرج بعض الغول، خرج بعض الغول من أوكارهم بعدما كانوا مقفلين بالسلاسل، بعض العياشة ممن يحسبون أنفسهم فنانين بين قوسين ليهاجموا الحراك. لماذا؟ لأنهم يستفيدون من الريع والفساد، وأولهم هذا المسمى عصيد. فأقول لك للثقافة والهوية الأمازيغية رجالها ونساؤها، فجزاكم الله خيرا، لا تسيئوا إلى تاريخ الأجداد من هديهيا ومسينيسا ويغورتن. دعوا أجدادنا يرتاحون، فبئس إن كنتم تدعون على أنكم تناضلون من أجل الأمازيغية. فلذلك الإخوان الأخوات، هذا كان مجرد، ولكن لي عودة مع هذا الإنسان بيدق البام وبيدق الدكان السياسي الذي يبحث لنفسه أو يبحث عن مكان داخل الحراك، مع العلم أنه الحراك سب أو هرس الروبيني ومنع باش التحقوا بها الدكاكي السياسي المعروفين بالأخور. كما نحيي ولا أقولها وقولها بكل فخر واعتزاز، أحيي إخواننا في باقي المدن المغربية الأخرى فيهم مثقفين من وقفوا إلى يومنا هذا إلى جانب الحراك الشعبي، وفيهم من خرج بعد التصريحات المشبوهة العنصرية للبلاطجة من العصابة التي تسمى نفسها حكومة، خرجوا وكتبوا تدوينات وهاجموا هذه العصابة. فمني
وباسمكم أوجه لهم كل التحايا ونقول له كما نتضامن في عين طوشت على نتضامن إخواننا في طوشتات وفي باقي المدن المغربية الأخرى، نقول أنا الأوان لتخرجوا وتستنكروا ما يمارس عليكم من سياسة خبيثة خسيسة نتنة من طرف هذا المخزن المجرم، هذا المخزن اللعين، هذا المخزن الفاشيستي الذي يريد أن يجر البلاد إلى مستنقع من الدماء. نحن نريد البلاد أن تكون كما إيسلندا، كما فنلندا، كما كندا، كما النرويج، وليس كما سوريا والعراق. بلا ما تخوفونا كل مرة، إن دخلت داعش غادي نفحوها، غادي نفحوها. داعش لا ترهبنا، ولكن نقول أن هؤلاء الأبناء وبنات الريف لهم تاريخ معروف، دحروا المستعمر الإسباني والفرنسي، فبالأحرى داعش أو سياسة المخزن. ولذلك كما أقول لإحدى الصراصير المرتزقة المسمى جبهة البوليزاريو الوهمية، كونوا بعاد، غير خليكم احنا قلناها لو كنتو حدانا كنا غنفحوكم تنتوما بحالكم بحال داعش، لان احنا ولا للدواعش لا للدواعش لا للدواعش لا للدواعش لا للدواعش لا للدواعش. فيتما باش نكون طويل شي ما نطولش عليكم، الانتصار قريب، احنا انتصرنا. دابا عرفتي شنو كاين؟ كاين واحد الصراع، واش الهزيمة ديالهم يقولوها عبر الاعلام ولا غير يخرجوا عندنا يقولوا راه انهزمنا؟ دابا عندهم صراع بيناتهم، لانه الحراك الشعبي الحمد لله بفضل صمودكم وثباتكم واصراركم استطعتوا انكم تخلقوا الحداثة. العالم باسره وقف ويتابع كيف ان ابناء الريف كيعطيوا الدروس الملاحم والبطولات في الأشكال النضالية السلمية الراقية الحضارية. العالم كله كيتكلم على الريف، العالم كله صفق الريف في مسيراته السلمية وأشكاله الحضارية الراقية. فلذلك أيها الإخوان، كما كيقولوا بالدارجة ما بقاش كتلي داز، الانتصار قريب. الحكومة دابا ما تسمى بالحكومة ولا سميها كما سمها جدنا بالعصابة وعلى رأسهم الفتيت، ترتعد حلت بالريف وقالت صافي انا. حنا من بعد ما صيفطنا داك البيتاق ديال الولي ما قدرش ينسف، جاو هما باش ينسفوا، فإذ بذلك شتوا الدروس. واول درس من هذا المنبر احيي اللي قال اللي سميتو اخنوش، قال ليه ما عنديش الوقت. فعلا ما عنديش الوقت، لان الانسان الحر اللي باغي يخدم اللي عنده في قلبه على لسانه، اللي عنده في قلبه على لسانه ما كيعرفش البروتوكول. السياسة ديروها انتوما، حنا ما كنديروش السياسة. ونقول بهاد الموقعات، وانا عارف دابا الدولة عندها مشكل مع ناصر الزفزافي. ناصر الزفزافي لا يبتغي إمارة ولا يبتغي كرسي ولا يبتغي شيء، فقط يريد إلى جانب إخوانه يتحقق الملف الحقوقي. فإذا كان عندكم المشكل، فإذا كان عندكم المشكل ما بغيتوش تدسوا مع ناصر الزفزافي الطاولة، أنا سهل، ها أنا خرجت ماشي مشكل. ولكن كاين النشطاء اللي هو جلسوا معاهم حقوا لهم الملف الحقوقي ووجهي، والله ما باقا تشوفوه. علاش كتخافوا كتلعدوا؟ مالكم كتلعدوا ومجيشين عيال إعلام الصرف الصحي والعياشة والمثقفي البلط وشيوخ البلط ما عرفوش أن ناصر الزفزافي بحالو بحال جميع الناس، ولكن بغبائهم وفشلهم داروا لي الشهرة. الغباء فيهم هم. السفسافي غنى والسفسافي غنى والسفسافي غنى أول مخزن أهل الصفوف أول مخزن أهل الصفوف. إذا قلنا لكم ان في مراكز القرار كاين البلطجيه اللي مقرقبين
وكاين تما اسمه زي القناص يسحبيون يسحبيون وسين داخل غبوصان الشين وسين داخل حشن الشين سبع شهور بنادم يتم قتلك الشارع يتحاس الكرامة يستي نيقات التاس الدولة تسكياك البلطاجية التبارح حسن يسحبيون يمقرانون يمي قال المنتخبين جمعية الخبزية ذكر القوسين تاع الحق اي اسمع خصهم يعرفوا خوتنا المغاربة انا دوك لي تراكس اللي كتشوفوا ودوك السيارات اللي كيجريو هادوك راه غير حطوهم ديكور هادوك خاسرين هادوك راه خاسرين ما خداميش باش يبينوا على اساس انهم خدامين الاشغال وشنو تروتوار اليوم اكتشفت الحقيقة ديال البلطجي اللي كيتسمى الوالي اليعقوبي التروتو لا لا سميتو لي بوطو ديال الطو توزهم المرطو باش كيبقى من البوطو على 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 سميتو على مساحات 75 كيلومتر الى ما كتبت كل بوطو بسبعات المليون عباد الله هذا هو الوالي اليعقوبي سبعات المليون البوطو والبوطو سبعات المليون باش كينقام وحنا كنطلبوا علاش دابا البوطو بحال هذاك غيجي يحيدو يرجع بوطو اخر عنده واحد ولدو عطيه شركه خاصه ديال الاشجار حيد شجره رجع الشجره مرتو حيد البوله رجع البوله هو حيد اللوصه رجع اللوصه واش هادو اللي مسلطينينا واش عباد الله واش عباد الله هذا هو ممثل الملك على مستوى الجهه هذا هو ممثل الملك خصو يعرف الملك غير واحد الحاجه انا ما كنعرفش النفاق شتو تحط ليا السيف هنا راه ما نافقكش الملك وما نافق حتى شي واحد الوالد ديالي لا توشاني غنفضحو اذا لا نخشى في الله لو متلائم غير نقول لك ان اذا غيابك هذا عن المشهد يؤكد لنا ضمنيا على انك ما بغيتيش دير انصاف والمصالحه مع المنطقه يؤكد لنا على انك في غياب تام على هموم الشعب وهاد العصابه اللي جات قلتها اكررها وحذرتك في اكثر من رمي منها انه كاين جوج البيادق كيصفيو الحسابات ديالهم على ظهر الحراك واللي خداو من الحراك الشعبي حلبه لتصفيه الحسابات قلنا المجدي والهمه فالوطنية تعنيك أولا وكلامي موجه إلى الملك لا نبتغي إذلالا ولا تملقا ولكن هذه هي الصراحة سبع شهور والحراك الشريع والملك غائب الملك غائب وكيجيو الربعة ديال العصابة يسحبون يتفلوا علينا احنا فاذا كنتم تريدون ان تجروا البلاد الى مستنقع من الدماء فتحملوا مسؤوليتكم التاريخية ويوم تقفون امام الله عز وجل لتحاسبوا على الدماء التي اريقت بسبب مسؤوليتكم وبسبب تعجرفكم ولذلك احنا عارفين ان هاد العصابة تلفى عارفين ان هاد العصابة ما في تهولو لذلك نخاطبك أيها الملك نخاطبك بحكمك ملك البلاد ورئيس دولة العصابة اللي كتواجد هنا ما عندها ما تقدم تهمتنا بالانفصال وجات المسيرة التاريخية لشارك فيها ربع مليون ماذا تريدون أكثر ماذا تريدون تريدون أن نصفق للفساد تريدون ان نركع لغير الله تريدون ان تجروا هذا الوطن في حساباتكم الضيقة الى مثل هكذا الى مثل هكذا صراعات وفيهم من قال من طلب الصحابة الصفراء انه يبتغي جلوس الملك أنه يبتغي الجلوس مع الملك ما هذه الصحافة ما
من يكون هؤلاء الرعاع الذين يتكلمون ويقولونني ما لم أقل؟ أنا ماشي همي أنني نجلس مع شي واحد، همي أنني شوف الريف وأبناء الريف خدامين كيقراو كيتعالجوا، أبناء الريف ما تنهبش منهم الثروات ديالهم والأراضي ديالهم. أنا لست إلياس العمري ولست بالكيران ولست الهمة ولست المجدي ولا أتملق لأحد، ولا أتملق لأحد. هاد العبد الضعيف الفقير فحالي بحالكم، فحالي بحالكم. والغريب في الأمر أن غباء ديال المخابرات بغبائها وصراعاتها الداخلية عين طرشتات توفى فيها الشخص، اسأل الله تعالى أن يتقبله شهيدا. وتخيلوا والسيد يالله خدا ميكافون ويالله خدا ميكافون يستنكر فيه إهمال المسؤولين لذاك الشهيد. طلعت المخابرات مدعوم من الجزائر، مدعوم بوليزاريو، وخليه يفوت ديك الليلة وسق ليه التهام باش تعرفوا المخابرات ما كتعفيك كتصدم. السيد في عيطة وشتات يالله مات. السيد خدا ميكروفون الحلقة اللي فيه طلعت مع المخابرات، انت مدفوع من الجزائر، مدفوع من بوليزاريو، من جهاد والدعم. والسيد يالله جوج دقائق باش توفى السيد خدا الميكرو، كيدار اتفقتوا مع الجزائر وبوليزاريو؟ كيدار اتفق مع السبنيول؟ وعباد الله باش تعرفوا المخابرات غبية. لذلك أيها الإخوان والأخوات، قبل أن ننهي كلامنا ولكلامنا ليس نهاية إلى حين تحقيق الملف الحقوقي، رفعنا فيه مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية، ونطالب بإلغاء ظهير العسكرة الذي بموجبه يتم طرد المستثمرين. قبل ذلك يسعدني صراحة أنني نتواجد معكم، نهز قسم ونجدد القسم باش أنا نستطيع نبين المخزن أننا لا ترهبنا جحافلكم ولا اعتقالاتكم ولا تخويفاتكم. أقسم بالله العلي العظيم، 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 ألا نخون وألا نساوم وألا نبيع قضيتنا 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 ولو على حساب حياتنا. تحية إجلال وإكبار لساكنة تروكوت ويوزد المشروع رحمه الله تعالى. بالروح بالدم نفديك يا ناصر، بالروح فقط نفديك يا ناصر. على أين يتم مخكم منا مدام تكشي بالقسم؟ نسيشكم إلى أن النية صافية ونشيكال وشطاء الحراك الشعبي نجدد تم القسم كيكم باش نبين على أنه إريفيا مارة ذو مثل، إريفيا فوسليج، إريفيا عماسة سمحا كيويا من ميمات تحالغ الفرصة نواجد كي تروكوت أن تواجد كي تمثل ويوسيك النيو. الإخوان الأحمانيين بالروح بالدم نفديك يا ناصر، بالروح بالدم نفديك يا ناصر.
المصائر يعزون هذا الاستعداد للتسيع فما لأنه يحارب.